سمعت مع مستشار رئيس الجمهورية من أجل أن أنقل له واقع الجماهير العربية في كل ما يتعلق في قضية التشغيل، في قضية التعليم، في قضية النساء. نسبة شغل النساء، تشغيل النساء في المجتمع العربي 22%، 78% لا يعملن، مش لأنه بدهنش يشتغلوا، في الشغل في القرية العربية. أصلاً لم تحكي عن أزمة السلطات المحلية. مظبوط في تمييز وفي ميزانيات أقل، لكن أحد الأشياء اللي لازم ننتبه لها إنه ميزانية السلطة المحلية العربية هي بتيجي من الأرنونة على مكان السكن. بينما موضوع بدنا نفوت فيه واحنا بالجدال فترة صراحة متأخرة. بينما في المجتمع اليهودي في السلطات المحلية اليهودية 90% من دخل السلطة المحلية العربية هو من الأرنونة على مكان السكن، بينما 40-50% على أماكن صناعية وخدمات في المجتمع اليهودي. لذلك هذا الموضوع يحتاج طبعا إلى تطوير أدوات بحثية، أدوات علمية، أدوات دولية، وأدوات نضالية. أدوات نضالية يعني إحنا ما بنقنع حكومة إسرائيل مجرد أن نبعث لها تقرير إنه والله في تمييز، بتقول لك لا يا جماعة بيصيرش والله إنه بيعترفوا له أصلاً. بالضبط. لذلك في حاجة لأدوات نضالية. مثلا في بعض الأوساط اللي بتقول لك أنت كرئيس سلطة محلية، إحنا جايين عن انتخابات بلدية، كرئيس سلطة محلية أنت لازم تكون قريب على الحكومة وتتودد للحكومة مشان تحصل لميزانيات. لا، بتقدر تكون شريف وتحصل ميزانيات. تقدر تكون شريف عندك موقف وعندك رؤية علمية وتحصل ميزانيات، مش ضروري لا تلحوس ولا تتملق ولا تنافق لحدا مشان تاخذ ميزانية للبلد. وانا بديش اعطي مثل عن الناصري، هذا مثل معروف للكل. انا بعطي عن مثل عن شفاعمر، بتعرفوا مين كان الرئيس السابق لبلدية شفاعمر؟ كان يرفع يلف حاله بعلم اسرائيل، وكان معزر. كما قلت الموضوع الاقتصادي والتداول فيه يبدو موضوعا جافا، لكن في حقيقة الأمر لا يوجد اقتصاد بدون سياسة، أو السياسة لا يمكن أن تكون هناك سياسة بدون اقتصاد. مثلا عندما نقول في مصطلحاتنا في الجبهة أن هذه حكومة احتلال، ماذا يعني حكومة احتلال؟ يعني من ضمن الأشياء أنها ترصد أموال لصالح الاحتلال والاستيطان والحرب والتسلل. عندما نقول هذه الحكومة عنصرية، ماذا يعني عنصرية؟ مش بس بسبوا على العرب، إنما هي تميز في القضايا التي تهم الناس في قضايا حقوقهم، في قضايا حقوقهم وفي قضايا معيشتهم، في قضايا تعليم أطفالهم وما إلى ذلك. يعني أنا بدي أستأذن الأخ محمد وأحكي كلمتين بس في المقدمة، في المقدمة مشان نعرف شو عن إيش بنحكي. إحنا بنحكي عن ميزانية في دولة إسرائيل هي أقل بقليل من 400 مليار شيكل، وهذه ميزانية هائلة. يعني لو قارناها بميزانيات الدول العربية المجاورة لاستطعت أن أقول أنها تساوي ميزانية مصر والأردن وسوريا ولبنان على الأقل. لكن إذا فحصنا هذه الميزانية ومركباتها نجد أنه على الورق ميزانية الأمن تأخذ 32% من الميزانية، لكن إذا أضفنا إلى هذا 32% ما يصرف على الاستيطان، ما يصرف على تسديد قروض للأغراض العسكرية وعمولات. مثلا في كل في الميزانية كل وزارة لها ميزانية خاصة، ميزانية لسنتين، كونها إنها ميزانية لسنتين هذا بحد ذاته نوع من المراوغة السياسية في حكومة اليمين المتطرف، لأن عادة الميزانية تقر لسنة واحدة وليست لسنتين. آخر مرة طبعاً لسنتين. آخر سنة. التأرجح السياسي الموجود في دولة إسرائيل حتم على حكومة اليمين هذا النهج، وهو نهج سياسة ميزانية الدولة لسنتين وليست لسنة. ميزانية دولة إسرائيل لعام 2013 سوف تكون 395 مليار شيكل. هنالك تقليصات بمقدار 39 إلى 40 مليار شيكل. تأتي هذا التقليصات لأسباب. السبب الأول هي إخفاق الدولة في جبي الضرائب لعام 2011 والتي تقدر بحوالي 30 مليار شيكل. السبب الثاني هو قضية الاحتجاجات والالتزامات الجديدة مع الأطباء والممرضات، وحسب الاتفاقيات الجديدة رفع معاشات الأطباء والممرضات. أضف إلى ذلك سبب ثالث
هي الأزمة الاقتصادية التي بدأت منذ عام 2008 والتي كان لها آثار سلبية على الاقتصاد الإسرائيلي وسببت إلى تراكم العجز في ميزانية دولة إسرائيل. الحديث يدور عن تخفيض في ميزانية التعليم، الرفاه والصحة، الحديث يدور عن تخفيض في ميزانيات المخصصة للأطفال، الحديث يدور عن تخفيضات أخرى تضرب الطبقات الضعيفة والوسطى في داخل دولة إسرائيل. استدلالها على موضوعات عديدة في شتى المجالات السياسية والطبية مجالي والفنية والاجتماعية، هذه المحاضرة الاقتصادية وهي مسك الختام. أهلا وسهلا. وهذه الندوات تحمل الخير، نعم تحمل كل الخير لبلدنا ووطننا وشعبنا. هذه هي رسالتنا في الجبهة الديمقراطية، رسالة المحبة والتسامح والإخاء، رسالة ترسيخ الانتماء الوطني، رسالة الانتصار للفقراء والمظلومين. باسمكم جميعا مرحبا بأخي عضو الكنيسة محمد بركي في بيته. أهلا أبو سعيد، ميت مرحبا. سلامة البيت وأهلا. وأشكر مع خالص التقدير الأخ الدكتور سامي معاري والأخ محمد قسوم مدير ماتي، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. فسخنين والجبهة تعتز بهذه الطاقات الشابة التي لها الدور الأساس في بناء سخنين في كل الجوانب وعلى رأسها الجانب الاقتصادي. سخنين والمنطقة، نعم سخنين والناصر وكل المنطقة، وهذا يشرفنا. أهلا وسهلا بكم جميعا رجالا ونساء، ميت مرحبا فيكم. أيها الأهل، وجودكم من كل أطياف سخنين في بيتكم ومن كل عائلاتها وحاراتها هو الرسالة، هو رسالة الأخوة ورسالة الحفاظ على سخنين. وها نحن اليوم على أعتاب عيد الفطر السعيد، كل عام وأنتم بخير، كل عام وسخنين بألف ألف خير. كل عام وسخنين بلد الوحدة والمحبة الوطنية، كل عام وسخنين بلد الأمن والأمان. أهلا وسهلا بكم، أعاده الله علينا وعليكم بالخير والمحبة، تقبل الله طاعاتكم. أهلا وسهلا بكم، ميت مرحبا وتفضل.